غداً قال أنا عندي ثقة عمياء في ممثل الشباب والمجلس الأعلى للشباب. إذن هي كلمات السيد رئيس الجمهورية. المدنية القادمين من الجزائر العاصمة، الأساتذة والدكاترة والمؤطرين، زملائي وزميلاتي أعضاء المجلس الأعلى للشباب، وأخص بالذكر السيد رئيس لجنة التضامن. الصحة بقدر ما نبذل من جهود من أجل فتح مراكز جديدة كل مرة حول ما نسميه بمراكز معالجة الإدمان، دي سونتر دو سوفراج اون رياليتي. يعني المجهود هذا تدعمه الدولة بكل وسائل، وسنواصل فتح المراكز في كل الأماكن، لكن الأحسن هو أننا نصل إلى أهمية مكافحة هذه الآفة خاصة عند الشباب. اليوم في هذا الملتقى الشبابي، ونشكر الدعوة التي أتتنا من المجلس الأعلى للشباب اللي فيه موضوع شائك، موضوع العصر، موضوع وقتي نيشان، لأنه المشاكل اللي رانا راهي متواجدة، أن المخدرات راهي ضغط على كاع المجتمع خاصة الشبابي، وكيفاش نكون عندنا التحسيس والوقاية.